هذا يقول كيف نرد على من أجاز التصوير بآلة الفوتوغراف؟ نرد عليه بعموم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول حرم التصوير مطلقا ولم يستثني الفوتوغراف ولا غيره، حرم التصوير ولم يستثني ولم يذكر الآلة التي يصور بها، بل حرم التصوير مطلقا سواء بالفوتوغراف أو بالرسم أو بالنحت، تصوير عام. والأحاديث العامة لا يجوز تخصيصها إلا بدليل، فاللي يبيحون تصوير الفوتوغراف عليهم يجيبون دليل يخصص أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا الضرورة. إذا دعت الضرورة إلى التصوير فإنه يصور بقدر الضرورة، قوله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا دعت الضرورة للتصوير للجواز السفر أو للبطاقة الشخصية أو لرخصة القيادة فيصور بقدر الضرورة، وأما أنه يصور للهواية أو للذكريات أو ما أشبه ذلك أو للفن، هذا كله حرام ولا يجوز، وله ضرورة هذا. نعم.